في نشرة الأخبار من ليبيا الحدث. إذن عاد التصدير والإنتاج مجددا من المواني الليبية بعد رفع المؤسسة الوطنية للنفط القوى القاهرة وبعد سماح القيادة العامة بإعادة تصدير النفط وإنتاجه. هذه العملية الآن والتي بدأت فعليا بتشغيل هذه الموانئ في البريغا والحريقة أيضا، برأيك كيف ستسهم في رفع المعاناة الاقتصادية وتحاول أن تنعش الاقتصاد الليبي في هذه الفترة؟ تفضل. أهلا وسهلا بك سيد الفاضل وأهلا بمشاهديك الكرام. أهلا بك. طبعا هذه خطوة تعتبر لصالح المواطن، باعتبار أن ليبيا هي المورد الوحيد لها للدخل لها اللي هو النفط. نحن دولة تعتمد 95% من دخلها يعتمد على إنتاج النفط. مجرد أن توقف إنتاج النفط في أمور ترتبت عليها اللي هي كيف ما نعرفه وقف اللي هي منح العادل للدولار، وأصبح رجعنا لقصة اللي هي الاعتمادات المستندية والدولار ينعطى لفئة معينة من الشعب يختارها المحافظ ويميزها عن باقي الشعب ويعطيهم الدولار، وبينما باقي الناس طبعا هياخذوا الدولار من السوق السوداء. طبعا عملية إعادة الإنتاج طبعا فيها جانبين، فيها جانب كاقتصاد دولة وفيها جانب كاقتصاد يعود على الحياة الاقتصادية للمواطن. نحن شفنا مجرد أن صدر قرار بتاع القيادة العامة شفنا نحن الدولار في السوق الموازي كيف نزل، ومجرد لما جاء بعد تقريبا أو بيوم أو بيومين أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة وصل الدولار، ومجرد تباعا يعني حيكون سعر الدولار في السوق الموازي حينزل تباعا بمجرد تبدأ دخول الناقلات للمواني. كل ما التجار حيسمعوا باخرة نقل دخلت لأحد المواني حينزل سعر الدولار في السوق الموازي. طبعا نزول سعر الدولار في السوق الموازي هذا هو مش حيمس المواطن مباشرة، لكن حيمس المواطن في أسعار السلع. طبعا شفنا المدة اللي فاتت نحن سعر السلع والمواد الغذائية أرهقت كهل المواطن. زيد عليها ضريبة اللي هي عدم وجود سيولة مالية في المصارف. الشيء الثاني طبعا اللي هو كاقتصاد دولة، طبعا هو الإغلاق لازم ما ياخدش فترة طويلة لعدة أسباب، منها أسباب فنية ومنها أسباب اقتصادية تعود اللي هو الحصة السوقية للنفط الليبي. طبعا معظم الحصة السوقية للنفط الليبي هي في السوق الأوروبي، والطلب يزداد في سوق الاتحاد الأوروبي أو السوق الأوروبي أو السوق اللي هو تمتاز فيه الحصة السوقية للنفط الليبي تبدأ من شهر أغسطس، اللي هي تكون هذه الذروة هي في الطلب على الخام الليبي اللي هو خام برنت أو على خام برنت من سلة الأوبك. يعني نحن مجرد أن تم رفع القوة القاهرة شفنا كيف أن سلة الأوبك قفزت 13 سنت والسعر الخام لبرنت نزل حوالي 69 سنت أو 68 سنت إذا ما خانتنيش الذاكرة. الشيء الثالث اللي هو فنيا اللي هو طبعا طول مدة التوقف خصوصا في الحقول اللي فيها اللي هي الغازات المصاحبة وخصوصا غاز كبريتيد الهيدروجين وغاز ثاني أكسيد الكربون وغاز النيتروجين وغاز الميثان والإيثان والبروبان. طبعا لما خطوط الإنتاج فنيا معتمدة اللي هي في حمايتها من التآكل على سريان السائل، فمجرد أن يكون فيه توقف في سريان السائل تكون تصبح الأنابيب مقاومتها للتآكل أضعف من أن يكون السائل
الاداري فيها. احنا توقعوا الان طبعا الانتاج مش حيقفز الانتاج اللي هو حسب اعتقادنا اللي هو خلال سنه 2020 طبعا ما اعتقدش الانتاج انه حيتجاوز 700 او 800 الف برميل. لكن في البدايه برضو الانتاج مش حيكون بالرقم هذا في البدايه طبعا عشان الحفاظ على البنيه التحتيه والحفاظ على الخطوط الانابيب. طبعا حيبدا الضخ جزئيا ويبدا يرتفع تدريجيا الى يصل الى اللي هي القدره الاستيعابيه للخزانات قبل الصيانه، القدره الاستيعابيه للخزانات ولخطوط الانتاج قبل الصيانه. وبعدين طبعا حتحتاج عمليه صيانه لان احنا من حوالي سنه 2018 كانت جميع الشركات في ليبيا كانت ماشية في خطة اللي طيب. هي كان المفروض خطة 2023 إنه هو يرفع الإنتاج الليبي. طيب يعني أسألك سؤال في أقل من دقيقة أريد إجابته. يعني مع هذا الحراك الآن الاقتصادي وتدفق النفط وإعادة تصديره وإنتاجه، هل نفهم من ذلك أن سوف يتم تعديل سعر الصرف من المصرف المركزي أو على الأقل تخفيض السعر الرسمي أو الضريبة المفروضة على سعر الصرف؟ أتحدث السعر الرسمي وليس في السوق الموازي. طبعا حيتم تعديل، حيتم العودة للسعر الرسمي، لكن هنا هو الخلاف، هل حنرجع لموضوع السعرين اللي هو سعر سامحني يعطى للقطاع العام وبعض الشركات اللي هو بدينار و40 قرش ويعطى للمواطن والقطاع الخاص اللي هو ب 3 جنيه و65 قرش، او حنرجعوا للسعر الموحد؟ اذا كان حنرجعوا للسعرين معنى هنا معاناة المواطن حتكون جزئيا مستمرة برضو فيها. الحل اللي هو متوقع واللي هو مجدي واللي هو ينفع حتى خلينا نقوله نبتعدوا عن الاقتصاد الريعي شوية، إنه هو تشجيع ودعم للقطاع الخاص اللي هو سعر الدولار الموحد. نعم، شكرا جزيلا لك بطبيعة الحال المهندس رمزي الجدي، كنت معي عبر الهاتف الخبير الاقتصادي من بنغازي.